اللي جدت على المجتمع المصري. تمام. زي ايه؟ زي الفودو، زي الاستروكس، زي كيتو ده طالع جديد. يعني احنا فضلنا نتكلم عن الفودو وفضلنا نتكلم عن الاستروكس، طلع بحاجه جديده لغايه لما صدر قرار رقم 440 لسنه 2018 بتاريخ 13/8 اللي فات من مجلس الوزراء بتجريم مواد، ست مواد تخليقيه بيخشوا في تصنيع المواد ديت. تمام. كويس. ابتدوا يطلعوا موديلات جديده، ابتدوا يطلعوا حاجات 2019 و2020. ما بص حضرتك، اهل الشر دي حرب ما بين الخير والشر، اكيد عمرها ما هتنتهي، اكيد ابتدت بس ان شاء الله الحق ينتصر. ابتدت بس ما طبعا الحق ينتصر، ابتدت من ايام سيدنا ادم وهتنتهي بانتهاء الكون. يعني تمام. تاجر المخدرات مكسب عالي، العقوبه مش هي العقوبه الرادعه. لما نرجع تاني، لما نقول ايه تاني المخدرات اللي بتتزرع في مصر، احنا ما عندناش في مصر هنا من زمان فتره يعني غير البانجو. تمام. المشكله مش في دول، المشكله مش في دول، المشكله في الكيمياء. انا عندي مشكله دايما في الكيمياء. يعني ليه؟ لان الكيمياء دي بتخش على المخ. يعني لو قلنا ان مثلا التدخين ضار، تمام، التدخين ضار بالصحه، انما لما تيجي تقارن ما بين السيجاره، التدخين السيجاره العاديه، وما بين الاستروكس، لا انا هجرم هنا. يعني انت فاهم حضرتك ازاي؟ في حاجه في الهاي قوي، وفي حاجه في اللو. بالظبط. تمام. حتى بره مصر انتبهوا جدا للموضوع، موضوع المخدرات التخليقيه ده. على فكره برضو الهيروين والكوكايين، جت فتره في مصر عندنا هنا الترامادول انتشر جدا وكان بيتباع على رصيفه، وكان الشريط ب 10 جنيه. هم خنقوا الترامادول ده كيمياء. تمام. دي حبوب كيمياء، خنقوا على الترامادول. النهارده لما تروح تشتري تذكره هيروين، بعد ما كانت تذكره الهيروين ب 150 جنيه الجرام، النهارده بتروح تشتري تذكره الهيروين ب 25 جنيه. تذكره الهيروين بقت ارخص. هناك من يدفع لتدمير شباب مصر، اكيد في ناس بتدفع حتى تدمر شباب مصر. يا فندم عايز تدمر شعب؟ نعم. عايز تدمر شعب استهدف شبابه. اي شعب عايز تدمره استهدف شبابه. واحنا مستهدفين من زمان، واحنا مستهدفين. وبيدوروا ازاي يدمروا الشاب، ازاي ما يطلعوش شاب سوي. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا شباب جميل، والسنه دي فخامه الرئيس